هنتكلم النهاردة عن موضوع التعليم المفتوح المصدر. أنا ومحمد قعدنا نفكر المفروض إيه الكلمة المناسبة للكلام عن الموضوع ده بالعربي، اللي هو الـ open education بالإنجليزي، open educational practices، وعايزين نتكلم على إزاي نستفيد منه في العالم العربي بالذات، لأن أنا did presentations شبه دي قبل كده في الجامعة الأمريكية وفي جنوب أفريقيا، بس أول مرة أديها بالعربي والأودينس أغلبهم عرب، يعني AUC كان حتى الأودينس الحاضرين معايا ما كانوش كلهم عرب، كانوا من بلاد مختلفة. فالسلايد اللي أنا عاملاها مفروض إن شاء الله تقدروا تبصوا عليها وتحطوا حتى كومنتس عليها، هي على جوجل سلايدز وده اللينك بتاعها bit.ly/مفتوح. أول مرة أعمل bit.ly بالعربي بس اشتغل يعني، بس إن شاء الله يعني اللينكس تشتغل معاكم، وبرضو أنا محمد عنده أكسس ليها ويحطها إن شاء الله على الويب سايت بتاع الويبينار بعد ما يخلص مع الريكوردينج وكده. بس انا قصدي ان السلايدز موجوده، انكم ممكن تبصوا عليها في اي وقت ثاني، وممكن تحطوا عليها كومنتس لو عايزين تتواصلوا معايا بعد السيشن، عايزين تسالوا على سلايد معينه، حاجه معينه، لان احتمال مثلا ما نقدرش نغطي كل الحاجات اللي في السلايدز. السلايد دي كانت اصلا عاملاها بالانجليزي وترجمت حتت منها بالعربي، وفي حتت منها لسه بالانجليزي بس هتكلم حواليها يعني بالعربي ان شاء الله، ولو في زي ما بقول اي حاجه حد ممكن يسالني. الورشة دي هعمل فيها الحاجات التالية، يعني أول حاجة هتكلم على تعريف مختلفة لكلمة التعليم بالمصدر المفتوحة، لأنه مش كل الناس بتعرفه بنفس الطريقة، وهدي شوية أمثلة من الحاجات دي، وهصنف أنواع التعليم دي على أبعاد مختلفة، لأن أنت ممكن يبقى عندك حاجات كلها تحت نفس المسمى بس مش شبه بعض. وانا هنتكلم بقى على الفوائد اللي انتوا كمشاركين تتخيلوها للتعليم المفتوح في المجالات بتاعتكم وفي السياق بتاعكم وفي البلد بتاعتكم، او اللي انتوا شايفينه للعالم العربي عامه يعني. بس قبل ما ابتدي بقى، انا هبتدي اسالكم حاجات يا ريت تشاركوا برضو في الشات عليها، يعني الى اي مدى تسمعوا عن موضوع الكريتيف كومنز لايسنس؟ مين يسمع عنه؟ في فوتنج يا محمد في ال، اعتقد في اوبشنز حاجات متهيألي في فوتنج، بس يعني موجوده تحت الناس يعني لو الناس ان هم يقولوا بس مثلا thumbs up او thumbs yes. down ينفع؟ متهيألي ده هيساعد شويه. انا عملت يس، ظهرت مش باينه لي، انا مش باينه لحضرتك يعني. اوكي، لو في حد من اللي موجودين يعرف ايه الكريتيف كومنز لايسنسز ممكن يشرح لنا بسرعه كده. هتلاقي حضرتك دكتور مها، انا اسف المقاطعه، هتلاقي حضرتك بتظهر جنب اسم الشخص في اللي هي البارتيسيبيشن، في الليسته بتاع البارتيسيبيشن يس او نو، صح او غلط. اوكي، انا غالبا وانا عامله شير سكرين مش هعرف. اوكي، يبقى احسن في الشاتنج يبقى يكتب واي او حاجه زي كده بحيث ان احنا نبقى شايفين. يس. ثانك يو. أسامة بيقول إحنا نسميه مش عارف كيف، قصدك على Creative Commons؟ أنا حاسة إن أنتوا ساكتين شوية، فأنا هكمل كلام عشان الوقت، وأتمنى إن أنتوا تبتدوا تشاركوا معايا أكتر وإحنا بنتكلم. الـ Creative Commons Licenses دي بدل الحقوق الملكية الفكرية اللي هي بتمنع الناس إنها تعيد استخدام حاجة في مواقف تانية أو ترجمها أو تغيرها أو كده، Creative Commons Licenses طريقة إن الناس تساعد التانيين إن هم يستخدموا الحاجة بتاعتهم. فأنا هقول أنا مش عايز إن الحاجة بتاعتي تبقى مقفولة وممنوع الناس تستعملها، أنا عايز أخلي الناس تستعمل الحاجة بتاعتي، وليها كذا طريقة ممكن أقول يستخدمها زي ما هي او يستخدمها ويغير فيها، او لو غير فيها يحط عليها لايسنس معينه او كده.
تقول كان في محاضرات ورش عن نفس الموضوع مشاريع الأوتيل. أوكي إبداعي. أوكي في ورش كمان حضرتها في الموضوع، وده اللينك بالظبط مكتوب بالعربي التفسير بتاعها. أوكي حد سمع عن كلمة Open Educational Resources أو الموارد التعليمية المفتوحة؟ مستكت كلمة تعليمية. دي هي إن حد يعني إحنا مثلا أي حد فينا بيستعمل مواد معينة وهو بيدرس في الفصل، عادة مفيش حد بيشوف المواد دي غيره هو إلا لو هو إداها للطلبة بتاعته أو إداها لزمايله أو إداها لحد. الـ Open Educational Resources يبقى حد عامل الماتيريال بتاعته بدل ما هو بيقول دي بتاعتي ومحدش ينقلها، يحطها بطريقة مفتوحة للناس إنها تعيد استخدامها. إن أنا مثلاً حطيت المادة بتاعتي بدل ما أنا بستعمل كتاب مقفول أو حتى سلايدز مقفولة، بحطها أونلاين وبقول لحد تاني عايز يستعملها يستعملها، وممكن أقول لو حد عايز يغير فيها يغير فيها، بس أقول إن أنا المصدر الأصلي مني أنا ويغير زي ما هو عايز. ممكن أقول لحد لو عايز يترجم فيها يترجم فيها زي ما هو عايز، حاجات كده. يعني واحدة من المشاكل عندنا مثلا في العالم العربي إن كتير من العلوم بالذات الساينسز موجودة بلغات تانية بالذات بالإنجليزي، بس مش موجود منها بالعربي. ولو هي عليها حقوق ملكية عادية اللي هي الكوبي رايت، هيبقى ممنوع إن احنا نترجمها ونعمل بيها اللي احنا عايزينه، وهيبقى ممنوع إن احنا نحور فيها عشان نخليها مناسبة أكتر للثقافة بتاعتنا مثلا، أو ندي أمثلة من بتاعتنا. فالـ OERs فايدتها الكبرى مش ان هي مجانيه، بس هي مجانيه طبعا، بس ان هي كمان بتدي حق لاي حد من غير ما يستاذن من صاحب الحاجه اللي عملها، من غير ما يستاذن من الكاتب او المنتج او المبدع، ان هو يستخدمها ويغير فيها زي ما هو عايز ويستعملها، وبعدين ممكن يخلي ناس تانية تستعملها برضه ويشوف. من الحاجات اللي كنا دايما بنتكلم لو عايزين مثل يعني كل الناس عارفاه حاجه تعتبر OER، دكتور محمد شطوب عنده بحث هذا الموضوع، يا ريت تحط اللينك بتاعه ممكن نستفيد كلنا من الموضوع ده، وبعد السيشن نبقى كلنا نقدر نبص عليه. من الحاجات اللي بحس ان هي تعتبر OER كبيره جدا اللي هي زي ويكيبيديا مثلا. يعني ويكيبيديا موجوده واللي عايز يستعملها يستعملها، واللي عايز يغير فيها يغير فيها ويزود عليها وحاجات كده، وموجوده طبعا بلغات مختلفه كتير. والويكيبيديا العربي جزء منها ترجمة من اللغات التانية وجزء منها معمولة بالعربي من الأول. وهدي مثل بعدين بس ممكن أقوله دلوقتي، مثلا الويكيبيديا بيج بتاع حرب 73 اللي هي 6 أكتوبر 73 باللغة الإنجليزية بتقول قصة مختلفة تماما عن اللي باللغة العربية. هم بيستعملوا نفس الديتا ونفس المعلومات كل حاجة، بس الكونكلوجن مختلفة. واحد بيقرر إن مصر هي اللي كسبت في الآخر، واحد بيقول لا إسرائيل هي اللي كسبت في الآخر مثلاً. وعشان كده أنا بحس إن مهم إن كل المصادر المفتوحة دي أغلبيتها حالياً جاية من العالم الغربي وباللغة الإنجليزية، مهم جداً إن إحنا نطلع من عندنا إحنا برضو من وجهة نظرنا كثقافتنا وكده، وفي نفس الوقت باللغة بتاعتنا بس جاية من ثقافتنا برضو، ما تبقاش مترجمة زي ما هي بس نحاول فيها ونظبطها عشان تبقى ملائمة للثقافة بتاعتنا وأفكارنا إحنا. الأوبن تكست بوكس هي كتب مفتوحة مجانية، وغالباً بيبقى فيها برضو أوبشن إنها حد يغير فيها برضو. فمثلاً إحنا كتير عندنا في الجامعة الأمريكية مثلاً بنستخدم كتب من أمريكا مطبوعة في أمريكا أو في إنجلترا أو حاجات كده، وبتبقى غالية جداً على الطلبة، وبتبقى خلاص بتشتري الكتاب وبعدين بينزل إديشن تانية، فالإديشن القديمة بتقدم ومحدش عارف يستعملها تاني وكده. إنما الأوبن تكست بوكس تبقى كتب مفتوحة، الطلبة مش هيصرفوا عليها فلوس، في نفس الوقت لما تنزل اديشن جديده ما فيش بقى اديشن قديمه تترمي، ما هي اوريدي موجوده اونلاين فيقدروا يستعملوا الاديشن الجديده. في نفس الوقت انا كمدرس او استاذ جامعه يعني مش مجبر ان انا استخدم كتاب واحد منهم، انا ممكن احط يعني ثلاث كتب عاجبني اخد فصل من هنا وفصل من هنا وفصل من هنا واحطهم على بعض واعمل انا الكتاب بتاعي انا من غير ما انا كتبته من الاول. انا خدت حاجات ناس ثانيه عاملاها، بس حقوق الملكيه بتاعتها Creative Commons تسمح لي ان انا اعمل حاجه زي كده. دي بقى الموكس، اعتقد ممكن تكونوا سمعتوا عنها حاجات زي ادراك او كورسيرا. والموكس اللي هي كورسز او مساقات او كده او كورسات معموله اونلاين مجانيه غالبا، واحيانا بيبقى عليها سعر بسيط بس
بس يعني مش حاجة جامدة زي سعر الكورس في الجامعة، وبتبقى مجانية ومتاحة لأي حد إن هو يشارك. عادة بيبقى فيها آلافات آلافات الناس ممكن يشاركوا فيها، وبيبقى فيها تعلم وتاخد مثلا شهادة صغيرة في الآخر. فإدراك دي معمولة، المسابقات العربية جاية من إدراك، دول تبع كوين رانيا فاونديشن في الأردن. الملكة رانيا كانت الأول هي اللي بدأتها، معرفش هما دلوقتي مين المسؤول عنهم. بس أوكي، أسامة بيقول معظم الموارد المفتوحة مجانية بس في موارد تفرض رسوم اشتراك، هل ده يلغي الطابع المجاني للموارد المفتوحة؟ ده سؤال كويس. عادة مثلا ممكن الأوبن تكست بوك اللي هي الكتاب المفتوح ده يبقى مجاني، بس لو عايز الامتحانات مثلا بتدفع فلوس. دي بتبقى دي الطريقة اللي هم بيقدروا يلموا بيها فلوس، لأن هم مش قادرين، هم عاملينها يعني مجاني بس الحتة دي تبقى فلوس. إدراك ورواق فعلا، رواق كان موجود تالي قبل إدراك برضو، بس تالي إدراك هو اللي بيشتغل مع جامعات أكتر، رواق معرفش بيشتغل مع مين. دول عندهم الكورسات بتاعتهم حاليا كلها مجانية، وفي آخرها في شهادة عند إدراك، شهادة participation. الكورسيرا زمان كان كل حاجات مجانية، بس ابتدى إنه لأ الحاجة بفلوس، بس فلوس بسيطة. إنما لو اللي أنا تعلمته، يعني أنا مجربش الحكاية دي بس تعلمت من ناس كتير في مصر، إن في عندهم زي scholarship للناس اللي من دول نامية وكده. لو دخلت قلت أنا من مصر ما عنديش فلوس أدفع، بيخلوك تدخلوا مجاني، بس طبعا بتبقى بلغات تانية عادة مش عربي، يعني ما عارفش أي حاجة عربي عليهم حاليا. ويكيبيديا طبعا زي ما قلنا، وأكيد كل الناس عارفة ويكيبيديا، متقيش إن في حد ما يعرفش ويكيبيديا. في تويتر والمدونات، في حد هنا بيتعامل مع تويتر؟ تمام، حلو قوي. أنا بقى لما ابتدينا نتكلم على حاجات زي تويتر والمدونات، ابتدينا نتكلم على حاجة تانية غير المحتوى نفسه يبقى مفتوح، لأن تويتر هو أكتر عن المعاملات بين الناس والكونكشن، إن إحنا نقدر نوصل نتواصل مع ناس إحنا في العادي ما نقدرش نتواصل معاهم. عادة زمان كان لو واحد عايز يتواصل مع أستاذ في جامعة تانية في العالم، يعني من 20 سنة مثلا، كان لازم يبعث له بريد أو يبعث له إيميل، وممكن الشخص ده يرد أو ما يردش، ما يعرفنيش كده. إنما على تويتر وعلى السوشيال ميديا عامة، يعني لينكدإن برضو وفيسبوك والحاجات دي، يبقى في فرص إن إحنا نتعرف على ناس إحنا في العادي ما كناش نقدر نتعرف عليهم، ونبقى بنفولو حاجات بعض ونشوف إحنا بنقول إيه وهم بيقولوا إيه وكده، من غير ما نبقى بعتين لهم هم إيميل بالذات مثلا، وبيبقى أسهل إن إحنا نتواصل معاهم عن الإيميل والحاجات. والمدونات، في حد هنا عنده مدونات أو بيعمل مدونات؟ عنده بلوج؟ أنا برضو عندي بلوج بكتب عليه عادة بالإنجليزي، قليل قوي لما بكتب حاجة عليه بالعربي. بس دي برضو من الحاجات اللي بتبقى عادة بتبقى public ومجانية، الناس تشوف احنا كتبنا ايه. ومن فوائدها برضو طبعا ان هي ان انت غير لما بتنشر مثلا في مجلة علمية بتاخد وقت عشان الحاجة توصل للناس، ومش دايما بتبقى المجلة مفتوحة المصدر. انما البلوج احنا بقى حرين نكتب اللي احنا عايزين وقت ما احنا عايزين، ومالتي ميديا طبعا مش هيبقى بس text. الكونكتيفيزم معرفش الكلمة المناسبة ليه بالعربي، يعني حاجات نوع من أنواع التواصل، يعني بس التعليم التواصلي مثلا أو حاجة، معرفش لو حد يعرف له ترجمة. والأوبن أكسس دي بقى في المجلات العلمية، الأوبن أكسس جورنالز، النشر المفتوح لو تسمعوا عنه. وبقى الاوبن ايدكيشن هو التعليم المفتوح، اي نوع تعليم. هنتكلم على الديفينيشنز بتاعتها دلوقتي، بس انا من الحاجات اللي انا بحس ان هي برضو الواحد يخليها في باله، لانه انا بترجم الحاجات بفتكر ان احنا عندنا في اللغه العربيه كلمه مفتوح او حر او متاح او مجاني، الثقافه بتاعتنا مش دايما بتبقى معانيها ايجابيه. فمثلا يعني مثلا ساعات بنتكلم عن الانفتاح الاقتصادي، وساعات بنتكلم ان هو عمل مشاكل مثلا، او بنقول ان حد منفتح زياده او متفتح زياده، مش دايما بنبقى قصدنا حاجه حلوه. وكلمه حر برضو ساعات بنوصلها مثلا انه حاجه غربيه اكتر من حاجتنا. اجاز كلمه متاح ممكن تعتبر كلمه عاده كويس، ان حاجه متاحه ان سهل ان حد يوصل لها، بس مش دايما برضو بتستخدم بنفس. وعندنا برضو كلمة مجاني ساعات في الثقافة، بدل مجاني يبقى أكيد إيه مستواها مش كويس. فدي بس حاجة
عايزة بس أقولها عشان ساعات الواحد الكلمة بيبقى متعود يسمعها ومش متعود إن دي حاجة positive، ساعات بيبقى شايفة حاجة سلبية ومش إيجابية. فبس عايزة نقول يعني إن إحنا ما إحنا بنتكلم عليها هنا عادة قصدنا حاجة كويسة، إنها مفتوحة إن ممكن أي حد يستعملها، فإنها مش منغلقة على مجموعة ناس من الناس بس اللي عندهم الفلوس أو اللي عندهم النفوذ أو حاجة إن هم يتوصلوا للحاجات دي، إن أي حد فينا ممكن يستعملها. وإن دي حاجة في التعليم كويسة، يعني زي ما طه حسين كان بيقول التعليم كالماء والهواء. أنا مش عارفة هو كان قصده إن هو ببلاش، ولا إن كل الناس محتاجاه، ولا إن كل الناس لازم تستعمله، بس أنا بحس إن التعليم، فكرة التعليم المفتوح ماشية على كلام طه حسين بتاع التعليم كالماء والهواء. أستاذ أسامة بيقول في نقطة كمان بخصوص جودة مخرجات الموارد المفتوحة، هل جودة الموارد المفتوحة قابلة للمضاهاة مع جودة مخرجات نظم التعليم التقليدية، ولها قبول مثلا في المؤسسات التعليمية والمهنية؟ حاسة إن محتوى معظم الموارد المفتوحة خفيفة في المحتوى ويصل فيها الحكم على جودة. أوكي، فأنا عايزة أقول حاجة. لو هنتكلم على النشر الـ open access journals، لو هي فيها الـ peer review process نفسها بتاعة المدفوع واللي مش مدفوع، يبقى هي هتبقى حسب مستوى الناس اللي شغالين على المجلة دي، الـ editorial board مين هم، اللي بيبص على الـ articles ويدي feedback للكاتب مين هم. هم دول اللي هيحددوا الـ quality بتاعة الـ article. جودة الـ article ملهاش علاقة بالمجلة نفسها ببلاش ولا مجانية ولا بفلوس، ليها علاقة بمين الأشخاص اللي شغالين عليها وإيه الستاندردز اللي هم ماشيين عليها في الحاجات دي. ومش صحيح إن الموارد المفتوحة لا تخضع، هي الآن تخضع بالظبط، تخضع لمراجعات كثيرة عادي. وفي مثلا في الـ open access بالذات حاجة اسمها directory of open access journals، دي بتلم كل المجلات المفتوحة، وبقت بتنقي مش أي حد يطلع عندها. يعني بتهيألي هي في الأول كان كله بيحضر، دلوقتي لأ، في معايير للجودة ومش أي حاجة بتطلع. بالنسبة مثلا الأوبن تكست بوكس، في جزء منها بيبقى بير ريفيود. تاني حاجة، أنت يعني ممكن يكون الكتاب التكست بوك اللي اتنشر ده برضه ممكن ميبقاش مستواه عالي أو يبقى مستواه عالي، حسب مين اللي كاتبه. يعني هو الشخص نفسه اللي كاتب الحاجة ده بنبقى عارفين هو أصلا مستواه كويس ولا لأ، وكتير أوي بيبقى بتخضع برضه لموضوع اللي هو البير ريفيو والمراجعة. فهي المراجعة هي اللي بتحدد مش حاجة مجانية أو لأ. هو الفرق اللي أنا بحس إن هو يمكن بيبقى هو ده الفاصل في المواضيع دي، إن المجلات الحاجات القديمة عادة ما بتبقاش مصدرها مفتوح، والقديمة سمعتها معروفة فبتبقى معروفة إنها كويسة. الحاجات اللي مصدرها مفتوح عادة بتبقى أجدد، فممكن تكون لسه سمعتها ما تعرفتش. في حاجات قليلة قوي معروفة جدا قديمة بقت ليها open access دلوقتي، او بقت عامه اوبن اكسس دلوقتي، فدي بتبقى اوضح انها كويسه. في كل مجال، كل واحد في المجال بتاعه. انا في المجال بتاعي educational technology واونلاين ليرنينج والحاجات دي، في مجالات كثيره جدا مستواها كويس جدا ومعروفه زي IRROdl مثلا، وفي open practice، في كذا مجالات كتير قوي في المجال بتاعنا. الeducation technology مفتوحه، مش شرط تكون هي necessarily مثلا، يعني لو قلنا اكتر journals احسن كواليتي، ممكن مثلا 3 من احسن 10 يكونوا مفتوحين المصدر بس موجودين يعني كويسين. بس طبعا اسماء هذه المجلات. اوكي، انا بس المشكله انا عامله البتاع بالعربي عندي دلوقتي، بس هقلبه ثانيه واحده. يورو دي ال، اي ار او دي ال، يورو دي ال، دول الاثنين اوبن اكسس. في اوبن براكسس، في اسمها ريسيرش اند ليرنينج تكنولوجي، وفي بقى هايبريد بيداجوجي بس هي مختلفة شوية عن المجلات التانية، بس دي برضه open access. وفي International Journal of Educational Technology and Higher Education. أنا عايز أقول لكم حاجة كمان، أنا المجلات في open access في جزء منها لازم تدفع فلوس عشان تنشرها، دي كلها ما بتدفعش فلوس عشان تنشر عندهم. فدي بالنسبة لي برضه حاجة مهمة جدا، إن إحنا من دولنا ما عنديش فلوس أدفع عشان أنشر الأرتيكل بتاعتي عندهم. فكل دول بيتقبلوا من غير ما يطلب من الاوثر ان هو يدفع مصاريف. في مجلات تانية في المجال الساينسز زي اسمها ايه، في واحده معروفه جدا في الساينسز اوبن اكسس اسمها، واقع مني دلوقتي، بس دول بتوع الساينسز ساعات اللي هو الناتشرال ساينسز والانجينيرنج وكده بيبقى ليهم مصاريف، لان كمان بيبقى فيها ايمجز وتيبلز وفيجرز وحاجات كده محتاجه شغل كتير من الناشر.
عادة ما بتبقاش فور فري. لو افتكرت اسم المجلة الساينس دي هقول لك عليها بعد. بس في برضو في المجالات العلوم الإنسانية برضو بعض المجلات بقت دلوقتي open access. طيب أنا يعني كلمة التعليم المفتوح طبعاً إحنا في مصر مثلاً أو غالباً في العالم العربي كله كنا في الأول التعليم المفتوح اللي هو الجامعة اللي تخلي حد ممكن بقاله كتير واخد ثانوية عامة أو يعني بيبقى أسهل إن حد يدخل جامعة في وقت متأخر ويبتدي يعمل جامعة وياخد بكالوريوس أو ليسانس أو حاجة زي كده. ده كان التعليم المفتوح معناه زمان قبل التكنولوجي والحاجات دي. وكان في زمان برضو حاجة اسمها distance education اللي هي بس إن حد يعمل يتعلم بالمراسلة يعمل ماجستير أو بكالوريوس بالمراسلة أو حاجة كده. بس دلوقتي الـ e-learning هيبقى هو أقرب للحاجات دي إنه الحد مثلا يعمل ماجستير أونلاين بس بيدفع فلوس. التعليم المفتوح مش هيبقى كده، هيبقى مجاني وهنحكي هنتكلم على معاني تانية ليه. يعني ما جبت لكم صور فتاحات إنه في الفتاحة حتى بتاعت البيبسي والحاجات دي ليها أشكال مختلفة. أنا شايف إن التعليم المفتوح برضو ليه أشكال مختلفة وبنفتحه من طرق مختلفة. هوريكم شوية، أنا ما بعرفش أترجم كويس بس حاولت أترجم المعاني بتاعت التعريفات الجاية دي. كاثرين كرونين من إيرلندا بتتكلم عن التعليم المفتوح المصدر إن هو يتكون من تطبيقات معينة فيها الإنتاج واستخدام وإعادة استخدام الموارد المفتوحة، فمنها اللي بيعمل الموارد المفتوحة واللي بيستخدمها واللي بيعيد استخدامها وبيغير استخدامها وكده. وفيها برضو أساليب تعليم أو تربية مفتوحة، يعني نخلي أساليب التعليم نفسها متاحة للآخرين. فمثلا أنا البلوج بتاعي مش بس بكتب فيه آرائي ومش عارفة إيه، ساعات بكتب أنا بعمل إيه في وأنا بدرس حاجات معينة للطلبة بتوعي وبتكلم على حصل إيه وأخد رأي الناس طب أعمل إيه المرة الجاية، حد عنده resources كويسة للموضوع ده، حد جرب الموضوع ده قبل كده. وبالطريقة دي كلنا بنتعلم من بعض. هي مش بس إن أنا المحتوى نفسه مفتوح بس إنه يعني مش الناس بس شايفة اللي أنا كتبه خلاص، بس إن إحنا كمان بنفتح مجال للمناقشة. الحاجة الثانية دي شارل هوتشكنز ويليامز وهنري تروتر كانوا مع الـ University of Cape Town في جنوب أفريقيا. محمد طبعا إيمرج أفريقيا تبع برضو University of Cape Town في جنوب أفريقيا. فبيكلموا على أساليب التعليم المفتوحة إنها ممكن تبقى ممارسات فردية أو جماعية بتساعد في عملية إنتاج وتجميع وتوزيع الموارد التعليمية المفتوحة. ومنها أساليب تعليم مش التعليم سوري أنا أسفة تايبو دي، أو التربية المفتوحة والتحكيم المفتوح اللي هي Open Peer Review. المحتوى العلمي وهي عادة بتستخدم تكنولوجيا مفتوحة عشان يبقى سهل الواحد يبحث عنها ويلاقيها، وبعدين وإعادة الاستخدام والتشجيع وكل الحاجات دي أسهل بالديجيتال فورمز طبعا والأوبن فورمز، إن حد يستخدم تكنولوجيا سهل إن حد يغير منها. وتشجع على إعادة تجميع وتوزيع الموارد وأيضا إعادة بنائها مع التعديلات. يعني التعديل من الحاجات المهمة جدا في الموضوع، إن أنت مش بس بتديني حاجة أنت عاملها ف بستخدمها واقول لك شكرا عن انت اديتني حاجه مجانيه صدقه، لا انا بقول انا الفايده كمان ان انت تديني حاجه وابقى عندي الحريه ان انا اغير فيها عشان هي مش مناسبه ليا. فانا مثلا عندي في الجامعه الامريكيه مثلا مستعمل كتب الماثيماتكس مثلا او الكالكولس او حاجات كده، والامثله اللي فيها مش مناسبه للكونتكست المصري، بيستخدموا مثلا امثله عن رياضات بتتلعب في امريكا احنا ما نعرفهاش هنا، فالطلبه بيشوفوا السؤال ما بيفهموهوش. فهل انا يبقى عندي اوبشن ان انا اغير وادي مثل من عندي انا اغير شويه في المحتوى اللي موجود في الحاجه اللي جايه لي؟ دي من فوائد الحاجه دي. اوكي استاذ سامه بيقول طيب ممكن نعتبر التعليم المفتوح احد مظاهر الحركه الجديده في العالم اللي بيركز على دور اوبن ساينس بيسموها الادوات المجتمعيه في تحصيل وتصنيع وتشارك. هو مجموعه من الحاجات مع بعض، الاوبن ساينس والاوبن داتا والopen government والopen access والopen education resources. فدي الجزء التعليمي منها اللي هو مش شرط يبقى عن الساينس شخصيا، لان العلوم برضو جزء من التعليم بس التعليم مش كله علوم، يعني في علم بس مش كله natural sciences يعني، بس يعني كلهم تحت نفس الامبريلا. روبن دروسا وراجيف زنجاني من امريكا وكندا بيتكلموا عن التعليم مهتم بالاتاحه للجميع، يعني احنا عايزين حاجه تبقى مجانيه عشان نتيحها للجميع. وانها هم رايهم ان التعليم المفتوح لازم يبقى متمركز حول المتعلم، يعني learner centered،
عبر العملية والممارسات والتقنيات والأدوات والتصميمات، كل الحاجات دي لازم تبقى في دماغها إنها تبقى مفتوحة وتمكن المتعلمين. كلمة الامباورمنت أنا معرفش التمكين هي أحسن كلمة ولا لأ، بس إن هي تمكنهم أن يشكلوا العلم حولهم. يعني إحنا عايزين إن الطالب ما يبقاش إن هو بس يتلقى العلم، إنما إن هو ينتج العلم ويشكل المجال العلمي اللي حواليه. آه نفس المظلة بالظبط، أمبريلا مظلة صح. أوكي. ودي آخر واحدة، سارة لامبرت من أستراليا. إنه بناء وتطوير مصادر وموارد وخبرات تعليمية مجانية متاحة عبر أساليب رقمية، بس هي بتتكلم بقى إن الهدف الأساسي يكون منها استفادة وتمكين من يحتاج إلى ذلك من المتعلمين المهمشين أو الأقليات في العالم. لأن إحنا لو فكرنا في المتعلمين الجامعيين أو في أي مجال، يعني في جزء من الناس عندها القدرات وعندها الإمكانيات إنها تدفع ثمن التكست بوك، وإن هي تسافر، أو إن هي تدفع ثمن جامعة خاصة أو حاجة من هذا القبيل. يعني إنما في أجزاء من الناس مهمشين، ما يعرفوا، ما عندهمش الموارد إن هم يوصلوا للحاجة. منهم عندنا مثلا في العالم العربي، انا كتير بفكر في الموضوع ده، انه ممكن حد مش ان هو ما عندوش فاينانشال، يعني هي مش مشكله فلوس بس ممكن مثلا في حتت في العالم العربي النساء بعد ما يبقى عندهم اولاد صغيرين بيبقى صعب ان هم يروحوا جامعه مثلا لو عايزين يكملوا دراستهم مثلا، ففي او ان هم مش عايزين يعملوا ماجستير ولا حاجه بس عايزين يتعلموا عن حاجه مفيده، او في ناس مثلا عندهم مرض مثلا معين يخلي الخروج صعب بالنسبه لهم، او ان هم يعني يتحركوا بعيد عن البيت او حاجات كده وعايزين يتعلموا برضه، ايه الطريقه اللي احنا ممكن نتوصل لهم. طبعا هي المشكله عندنا في مصر مثلا ان مع ان الانترنت يعني يعتبر موجود نسبيا في حتت كتير قوي، انما افقر الحتت في مصر هيبقى مش وصل لها الانترنت كويس. فاحنا لو هنعمل الموارد المفتوحه عن طريق الانترنت هيبقى مش واصل برضه لجزء من الناس مهمشين، لدرجه ان حتى البنية التحتية مش مساعدهم ان هي يوصلوا. بس اللي عنده البنية التحتية وفي اسباب تانية بتمنعه ان هو يتواصل مع التعليم المفتوح بينفعهم جدا. انا شخصيا يعني انا واحدة الحمد لله في جامعة امريكية وعندي موارد وكل حاجة، بس انا مش بقدر حاجات كتير مش بقدر اعملها برضو، عندي طفلة صغيرة مش بقدر اسافر كتير، مش بقدر يعني انا عاملة الماجستير بتاعي اونلاين طبعا مش ببلاش يعني دفع ثمنه، وعامل البي اتش دي بتاعي من غير ما ابقى عايشه في انجلترا، كنت بروح واجي بس مش قاعده هناك كل الوقت. انما ان انا لو عايزه اتعلم اي حاجه جديده انا ما عنديش في مصر هنا مثلا مؤتمرات كتير جدا ممكن احضرها عشان اتعلم عن تكنولوجيا التعليم، او في بس ما هماش مستواهم يكفي ان انا اتعلم حاجات جديده. بس اللي بينفعني ان انا الاوبن اديوكيشن بقى، ان انا شايفه ناس حاطه موارد كتير اونلاين بقدر استعملها في الفصل بتاعي بقدر اتعلم انا منها، وشايفة حواليا على تويتر ولينكدين وفيسبوك والحاجات دي ممكن أتواصل معاهم إن أنا أوصل معاهم لحاجة، فبتعلم كتير قوي بالطريقة دي ومش بتكلفني حاجة، فدي حاجة مهمة يعني بالنسبة لي. فمنها برضو حاجة، أنا كنت أنا وسوزان كوسيوغلو، سوزان كوسيوغلو تركية عايشة في إنجلترا، وكلمنا عن الموارد البشرية نفسها تبقى مفتوحة، إن أنا كشخص اعتبر نفسي ان انا عايز اكون مورد للاخرين، لما حد ومش لازم يبقى حد اكسبرت قوي بقى وخبير بقى في كل حاجه وبيفهم في كل حاجه. يعني انا اول ما خلصت الدكتوراه بتاعتي ابتديت اعمل الحاجات دي، مش ان انا واحد عندي خبره كتير، بس احنا كلنا بنتعلم من بعض. فلما الواحد يبقى عنده استعداد ان هو وجهه نظره في الحياه ان هو يبقى منفتح ويدي اللي هو يعرفه ويتعلم من التانيين، ده بحد ذاته يعني ممكن يحسن الكواليتي بتاعت كل حاجه. انا الاسئله دي ما ترجمتهاش فهقولها بس بسرعه. الدكتور محمد شطوط بيقول بفعل الان هذا موجود الان عن طريق قنوات اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي. بالظبط بالظبط، فهو الواحد اللي عنده استعداد يتواصل مع الناس بالطريقه دي بيستفيد جدا، وممكن يتواصل ان هو يسمع الاول قبل ما يشوف هو عايز يعبر عن نفسه ازاي، بس لما الواحد يبتدي ياخد ويدي بتفرق قوي في العلاقات، بتعرف ناس وواحد بيعرف معلومات وبيعرف يساعد الناس وياخد مساعدة من الناس وقت ما بيحتاج. المشكلة اللي أنا بشوفها يعني الأسئلة دي هحكي معايا حاجات وأنا بقول، ولو حد يحب يقول برضو في الشات يضيفها. أنا كتير جدا بستخدم حاجات ناس تانية عملتها، بستعمل كتير فيديوز يوتيوب ما عندي في الكلاس. طبعا اليوتيوب فيديوز ممكن يكون عليها حقوق ملكية بس هي فري فبقدر استعملها برضو في الكلاس بتاعي. في
مثلا ساعات بيبقى حد عامل حاجه انتراكتف كده موديول، انا عايزه اعلم حاجه معينه، لو انا قعدت اشرح في الفصل هتاخد مني وقت، بس في حد حاططها اونلاين وفي حد بيستعملها، فدي مفيده جدا. اكيد كلنا بنستعمل الحاجات دي ساعات، يعني مش كل حاجه بتبقى موجوده في الكتب. خد انا فوست. هل في حد غير من ماتيريالز خدها اونلاين قبل كده؟ لان طبعا تغيير الحاجه محتاجه ديجيتال سكيلز كده معينه، ان انا لو حد اداني فيديو هل انا بعرف اديت الفيديو ده اغيره، لو حد اداني دوكيمنت انا بعرف عندي التكنولوجيا اللي تساعدني ان انا اغير منها. انا بتساءل لو حد فيكم عمل كده. هل حد فيكم حط مثلا البرزنتيشنز بتاعته او حاجه اونلاين فور فري؟ انا مثلا السلايدز اللي انا عاملاها دي حطاها اونلاين فور فري، واغلبيه البرزنتيشنز اللي بعملها في المؤتمرات وكده بخليها اونلاين فور فري. والويب سايت بتاعي اللي بستخدمه في الهايل، في ناس عملت كده عندي، انا عندنا زي المودل والبلاك بورد والحاجات دي عندنا في الجامعه كده بنستعملها ونحط الماتيريالز بتاعتنا عليها، بس انا برضو عندي ويب سايت مفتوح للكورس بتاعي، ممكن الناس تشوف ايه الاكتيفيتيز اللي انا بعملها مع ستودنتس بتوعي، ايه الاساينمنتس اللي بعملها معاهم، يقدروا يشوفوا الطلبه بتوعي نفسهم بيكتبوا ايه في الحاجات اللي انا بطلبها منهم، وبيقدروا يشوفوا الباوربوينت سلايدز بتاعتي. فانا ما عنديش مشكله ان حد يشوف كل الحاجات دي ويستعملها لو عايز. وواضح من كلام عن التواصل الاجتماعي ان في ناس برضو بتتعرف على ناس ما يعرفهمش من قبل كده اونلاين وبيتواصلوا معاهم. الرابط بتاع الكلاس بتاعي عندي اتنين، عندي واحد احطه دلوقتي ده digital.creativitycourse.org، ده الكورس بتاعي. وبعدين انا اشتغلت مع اتنين، واحدة في أمريكا وواحدة في إيرلندا اللي هي كاثرين كون كنت اتكلمت عليها قبل كده، عملنا Equity Unbound، ده curriculum open curriculum، إن أي حد تاني ممكن يشوف الكوريكولم بتاعنا، إيه الفيديوز وإيه الريدنجز اللي بنستعملها، إيه الأكتيفيتيز اللي بنعملها بمواضيع كده معينة ليها علاقة بالديجيتال ليترسي والإنتركالتشرال ليرنينج. وفي مكان إن حد لو عايز يقترح حاجة إن إحنا ممكن نبقى نزودها، مكان إن هم يقترحوا كمان، فإحنا مش متوقعين الناس بس تتلقى اللي إحنا عملناه، بس نديهم فرصة ان هم كمان يشاركوا. وعلى digital.creativitycourse.org ده اللي هو الكورس بتاعي انا اللي بدرسه في الجامعة الامريكية، الطلبة بتوعي برضو بطلب منهم ان هم كassignment، مطلوب منهم ان هم يقترحوا حاجات ممكن استعملها في الكورس في المستقبل. وكتير بيلاقوا لي فيديوز على يوتيوب وويب سايتس وجيمز اونلاين جيمز وحاجات مفيدة جدا بستعملها بعد كده في التدريس بتاعي، حتى بيني وبين الطلبة بتوعي. يعني السؤال بتاع involving students، انا باخد الستودنتس بتوعي على تويتر ساعات بخليهم يحطوا البلوجز بتاعتهم public الناس تشوفها، حاجات كده. بس بقى الناحيه الثانيه، ودي مشكله دي موجوده عندنا في مصر كتير، ان حد ياخد شغلك ويقول ده بتاعه، وبتحصل ساعات في الجامعات كمان، يعني ان حد ياخد شغل حد تاني plagiarism بنقول عليها، يا اما كله يا اما جزء منه، ويتكلم اكنه هو اللي عمله. فدي طبعا مشكله كبيره جدا، وكتير ناس بتخاف تحط الحاجه بتاعتها اونلاين لحسن الناس تعمل كده. بس انا تفكيري في الموضوع ده كذا حاجه، لو الواحد حط حاجته اونلاين بيتاخد ويتباع كمان. حتى انا اعرف المدرسين الاساتذه في جامعه القاهره، انا جوزي في كليه الطب القصر العيني، بيبقوا لما بيعملوا نوتس بتاعت المدرس بيحط عليها زي على الورقه ووتر مارك عشان ما ينفعش تعمل لها كوبي من غير بيرميشن بتاع الكورس. بس لو هنتكلم عن احنا نحط الحاجه بتاعتنا اونلاين، طبيعي الناس بيتهيأ لها ان اي حاجه على الانترنت دي فري، ان اي حد يعمل بيها اللي هو عايزه. وللاسف كيف حد بيقول ايه ياخدوا كمان يبقى الاخرين. حصلت معي كتير، تم تفريع او تفريغ المخدرات ليا ويبعت فيها بشكل كبير للطلاب. والاساتذه في جامعاتنا بيسرقوا محتوى الاساتذه في الجامعات الغربيه، ده طبعا الجامعات الغربيه، وبعدين لو اترجمت بقى مش هيبان، مش هيبقى سهل ان احنا نعرف. بس حتى في الكلام العادي، حتى في الجورنالز العاديه، حتى لو جورنال ارتكل بالانجليزي ساعات بيتاخد الكلام وما بيتغيرش، او بيتاخد الافكار وما بيتقالش دي جت منين وكده. انا رايي في الحاجات بتاعتي انا بالذات حاجتين. اول حاجه انه لو انا حطيتها اونلاين الاول سهل ان انا اثبت ان انا اللي حطيتها اونلاين الاول وحد تاني نقلها مني. اذا الحد التاني ده حطها اونلاين، طبعا حد تاني ممكن يحطها يستعملها وما تبقاش اونلاين فمحدش يعرف يلاقيها. الحاجه التانيه ان انا مثلا لو حطيت السلايدز بتاعتي دي اونلاين، هو حد ممكن يستعملها تاني، بس هو مش نفس الحاجه زي لما انا بكون موجوده وبشرحها. فانا ما عنديش مشكله ان حد ياخد المحتوى اللي موجود
ان انا برضو لما انا ببقى موجوده بعمل حاجه زياده عن كده، ده تفكيري في الموضوع ده. بس طبعا انا لو حاجه مثلا زي الدكتوراه بتاعتي، انا الدكتوراه بتاعتي موجوده اونلاين وفور فري وكل حاجه، بس عليها اللايسنس نون كوميرشال نو ديريفاتيفز، يعني كريتيف كومنز نون كوميرشال نو ديريفاتيفز، يعني معناها اللي عايز يستعملها ما ينفعش ياخد منها حته صغيره وما ينفعش يبيعها، بس يقدر يستعملها زي ما هي. فدي انا عندي، انا مستريحه كده. بس طبعا اللي هيعمل بليجرز ما عندوش الاخيار ان انا حاطه اللايسنس الفلانيه، فدي از اولويز حاجه يعني مجازفه بناخدها في المجال ده. انا اغلبيه الحاجه اللي بعملها مش متعبه زي الدكتوراه بتاعتي، يعني لو حد خد منها واستعملها وما قالش ان انا عملتها هزعل شويه، بس مش هتضرني في حاجه. يعني انا عندي الحمد لله الشغل بتاعي في جامعه امريكيه وكده، انما لو انا ماليش شغل او بشتغل بس بدرس كورس واحد والجامعه ممكن تستغنى عني، هخاف طبعا ان حد ياخد حاجتي استعملها وبعدين ما يحتاجونيش انا تاني. فالموضوع مش دايما سهل ومش دايما بيفيد كل الناس، وفي ناس مهمشين او ظروفهم اصعب فبيبقى اصعب ليهم ان هم يعملوا كده، ودي حاجه ما اقدرش يعني انكرها بصراحه. ما اعرفش لو في جهاد، مين الجهات المخوله برصد السرقات؟ لا ما اعتقدش ان في جهات بتعمل كده وانتحال في الموارد، ما شفتش حاجه زي كده خالص. عندك حق والله، لو الحاجه فعلا حاجه كومن تحصل المفروض يبقى في حد، بس ما اعرفش مين الحد ده اللي هيدافع عنك. يعني ما اعتقدش حتى ان انت جامعتك انت هتدافع عنك لو حد عمل فيك كده. المشكله الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل، ان مش بس حد ياخد حاجتك وينقلها من غير ما يقول ان دي بتاعتك مثلا، بس ممكن حد ياخد حاجتك يبقى مس ابروبريتد، ان هو يستخدمها غلط يقول دي بتاعتك. فانا دي الحاجه دي برضو من الحاجات اللي انا خوفني شويه، وما اعرفش برضو حلها ايه. لان لو فكرنا في الموضوع، انت حتى اي حاجه بتنشرها حتى لو منشوره مش بطريقه مفتوحه ممكن يحصل فيها كده. يعني انت ممكن تنشر كتاب مقفول ومحدش لاقيه والناس لازم تشتريه وكل حاجه، وبعد كده حد يجي يقول يا فلان قال كذا بس هو حور كلامك شويه وقال حاجه ما حصلتش. فدي حاجه موجوده والمجال بتاعها موجود في الاوبن او مش اوبن، مش حاسه انها سبيسيفيك للاوبن. في بقى حاجه عايزه ابتدي اتكلم عنها، في معلم فلسطيني اسمه منير فاشا، ما اعرفش حد سمع عنه ولا لا، هو اللي درس ماث اصلا بس معاه دكتوراه من هارفارد. كان بيتكلم عن مصادر العلم، ان هو لما راح هارفارد يعمل الدكتوراه بتاعته بيطلبوا منه الموارد المصادر بتاع الريفرنسز، فقال لهم المصادر العاديه طبعا جورنال ارتكلز والكتب والحاجات دي، وبعد كده قال ان والدته والدجاجه الفلسطينيه من المصادر العلميه بتاعته. فطبعا راح هارفارد قالوا له ايه الهبل ده، مفيش حاجه اسمها كده. وبعد كده هو اللي كان بيحاول يقوله، واعتقد دي حاجه مهمه جدا، ان في انواع علم اسلوبها مش زي الاسلوب الغربي اللي هم اتعودوا عليه، اللي هم مقتنعين ان هو ده الاسلوب اللي بيدي الجوده. لما كان حد بيسال على الجوده قبل كده، ساعات الجوده ممكن تكون، او الجوده في الفكر ممكن تكون طريقه عرضها مش الطريقه العرض التقليديه اللي معتبره ان هي دي الطرق اللي بنقول عليها الجوده. هو اتعلم حاجات من والدته، عايز يقول ان هو اتعلمها من والدته، مش عايز تقول انها جايه من دماغه، وهي مش مكتوبه في حته. لو نفكر في كتير من الفولكلور مثلا او العلوم اللي هي ما اتكتبتش، في حاجات كتير قوي قصص بتتداول بين الاجيال والحاجات دي في العلوم، يعني بالذات في العلوم الاجتماعيه ممكن تبقى حاجه معروفه في الثقافه بتاعتنا بس مش مكتوبه بطريقه في كتاب نقدر ناخده ونقول اهو المصدر بتاعي. الدجاجه الفلسطينيه هو بيتكلم على طريقتها في التاقلم على البيئه بتاعتها وكده، حين ان الظاهر الدجاجه الاسرائيليه مش كده، بس فهو بيتعلم منها وبيقول ازاي احنا نعلم الطلبه بتوعنا زي ما الدجاجه الفلسطينيه بتعمل. الحاجات دي اللي احنا نتعلم من خبرتنا دي عادة مش موجودة في الطرق التقليدية، فلما نيجي نعمل منها موارد مفتوحة مش بيبقى سهل ان احنا نستعمل المجالات دي. فهي لازم الواحد يعيد تفكير، انا دلوقتي من ثقافتي انا الموارد المفتوحة دي اعملها ازاي، يعني ازاي تبقى مناسبة لثقافتي واقدر اطلع ثقافتي عليها مش اعمل حاجة. هتكلم بسرعة كده عن التصنيفات المختلفة التعليم المفتوح المصدر، انا اللي عامله التصنيفات دي، ان في منها حاجات بالظبط نقل الخبرات، انا شايفه ان هي طريقه مهمه جدا للتعلم. ازاي بقى نعملها بطريقه تبقى تعتبر الجوده بتاعتها مفهومه بالنسبه للاخرين، وان احنا ما نقولش ما دام الحاجه مش موجوده زي ما الغرب شايفينها يبقى احنا ما ينفعش نعملها، يعني لازم نفكر في طرق ثانيه. التعليم المفتوح المصدر ممكن يبقى مركز على المحتوى،
ان هو يبقى كتاب مفتوح او شيء من هذا القبيل، او ان هو التركيز على العمليه والممارسات زي التواصل الاجتماعي مثلا. اوكي، يعني انا مش لازم يبقى كل الحاجات كتب مفتوحه يعني او كده، ممكن يبقى التعامل هو اللي مفتوح بينه وبين بعض. التعليم المفتوح ممكن يكون المعلم هو المصدر بتاعه، يعني ممكن المعلم هو اللي يعمل الكتاب المفتوح، ممكن يبقى المتعلمين هم اللي عاملين الكتاب او هم اللي عاملين البروسيس بتاعت التعامل مع الاخرين. لازم نفكر في المواضيع دي. والحاجه الثالثه المهمه جدا ان ممكن نستعمل التعليم المفتوح لانه بيساعدني اني ادرس اسلوب تعليم احسن pedagogical، او ممكن اكون بعمله من اجل العداله الاجتماعيه، ومش لازم كل الحاجات دي تمشي مع بعض وساعات بيمشوا مع بعض. فانا هديكم امثله، مثلا انا كده مديه امثله من كذا حاجه. مثلا ويكيبيديا ده مفتاح محتوى مفتوح وسهل ان اي حد يغير في المحتوى بتاعه، فهو برضو اسلوبه مفتوح، معاملاته وطريقه العمليه بتاعته مفتوحه، انما ما هياش على عداله اجتماعيه الا لو دخلنا وشفنا ازاي نعمل عداله اجتماعيه عن ويكيبيديا. فاللي مكتوب بالانجليزي مثلا احنا نعمله بالعربي، احنا كده وصلنا لناس ما عندهمش العلم ده، انه لما ندخل معلومات عن شخصيات عربيه في الويكيبيديا الانجليزي، عشان لما حد يدخل على الويكيبيديا الانجليزي يقدر يلاقي معلومات مش عن الحاجات من وجهه نظر الغربيه عن كل الناس وكل الاشخاص، اشخاص من امريكا وانجلترا واوروبا، واحنا الاشخاص بتوعنا ما حدش يعرف عن انجازاتهم. مثلا منال بتسال، هل التعلم او التعليم مفتوح خلال شبكات الانترنت يراعي الفروق الفرديه بين الاشخاص؟ مش فاهم السؤال بتاعك قوي. هو انت قصدك ان هو انه مش كل الناس زي بعض، فده بيدي فرصه ان كل واحد يتعلم بطريقه مختلفه؟ بيشرحي لي في الشات. الاوبن تكست بوكس مثلا، الكتب المفتوحه المصدر، ممكن تبقى بس حاجه مفيده انها مجانيه، فلما تبقى مجانيه طبعا تبقى متاحه للناس ما همش فلوس ان هم يشتروا، ممكن يكونوش طلب الجامعه حتى. وعشان تبقى نزود موضوع ان هو يبقى عداله اجتماعيه مثلا في الموضوع ده، اولا الطلبه يشاركوا في ان هم يعملوه، فهم بيتعلموا ازاي يجيبوا معلومات وكده، وتاني حاجه ان المحتوى بتاعه يبقى بيعبر عن ثقافات مختلفه من العالم، ما بقاش انا كل التفكير بتاعي جاي من الغرب، ان انا ممكن ادخل ثقافات تانيه من بلاد مختلفه من جنسيات مختلفه في الموضوع. محمد شلتوت بيسال، الرد على السؤال يعتمد على مقدم المحتوى في مراعاه الفروق الفرديه، بس هي بتتكلم على شبكات الانترنت، انا كنت فاهمه قصدها التواصل الاجتماعي، بس طبعا صح عندك حق، ممكن يكون قصدها بس الحاجات اللي موجوده. انا اللي بشوفه الديجيتال تكست بوك عامه بيبقى فيه اوبشن ان يبقى فيه اوديو وفيديو وحاجات كده، احنا عندنا في الجامعه الامريكيه بنعمل واحد دلوقتي وفي اوديو وفي فيديو وفي ايمجز وكده، الكتاب العادي مش دايما بيبقى فيه، مع انه ساعات بيبقى معاه مرفق سي دي او حاجات اونلاين برضه. اسامه بيقول، مها الفريح بتقول، ممكن مراعاة الفروق في تصميم هذه التجارب التعليمية كذلك؟ طبعا، ففي حاجة مثلا زي UDL Universal Design for Learning بتدي sort of أفكار كده إن زي الواحد يحاول يخلي ينوع عشان يوصل لناس مختلفة. الويكي مصدر مفتوح بس أي حد متخصص أو عابث يمكن أن يدلي بدولة فيه وفيها تحيز ومش مدعمة بأدلة حقيقية. ده سؤال كويس. أوكي، أول حاجة في editors على ويكيبيديا، محررين بيراجعوا على الحاجات، فلو حد هبل قوي وحط حاجه ملهاش مصادر بيشيلوها، وانا شفت الموضوع ده بيحصل كذا مره. ولكن ايه وجهه نظرهم، ايه الحاجه اللي هي الجوده في المصادر دي بقى هي لحد ما تعرفها غربي شويه، فساعات في حاجات ما بقاش ليها مصدر بس هي حقيقيه، فتجيب المصدر ده منين عشان ويكيبيديا يقتنعوا بيك؟ هي دي المشكله. بس قليل قوي، وطبعا بيبقى في انحياز لان ويكيبيديا بيبقى فيه زي تشات كده ديسكشن بين الناس لو هم مش موافقين اللي هيظهر، وعشان كده حرب 73 مكتوبه ممكن نظر غربيه، لان اغلبيه الناس اللي بيحرروا الانجليزي واللي بيشاركوا في الاديتنج بتاع الانجليزي طبعا من وجهه نظر اسرائيل بالنسبه لهم اقوى من وجهه نظرنا احنا، وعشان كده هي دي وجهه النظر اللي موجوده عندهم. فطبعا الانحياز موجود، زائد ان هو ويكيبيديا معروف عنه ان مثلا البايوجرافيز بتاعه السيدات اقل كتير من الرجاله برضه، لان في حد قرر ان الناس اللي قاعده اغلبيه الناس اللي بتحرر ويكيبيديا رجاله من الغرب، هم اللي بيقرروا يعملوا ايه، وبذلك بيبقى المعلومات عندهم هم اكتر. مها الفريح بتقول، نوعيه الانشطه وايضا تنوع في الميديا المستخدمه طريقه تقديم الواجبات والنشر. تمام، ده بيساعد على الاوبن تكست بوكس، ممكن يبقى فيها الحاجات دي او الاوبن اي حاجه من دول. منال بتقول، نعم، يعتمد على تحضير وامكانيات.
وسام بيقول الويكي كمان لا يؤخذ فيه بالأبحاث. طبعا الويكي مش هناخد فيه بالأبحاث، بس هو كحاجة نبتدي بيها نتعلم عن حاجة ما نعرفهاش خالص، يبقى المفروض ان هو فيه مصادر الواحد يقرأ السامري او المختصر اللي موجود في ويكيبيديا ويخش بقى المصادر اللي موجودة تحت. يعني هو بيقولوا كالويكيبيديا انسايكلوبيديا، احنا كده كده الانسايكلوبيديا مش بنستعملها مفروض في الابحاث، بس ممكن بنسألها في الاول كده نعرف ايه اللي موجود. فبس بيقولوا مثلا ان ويكيبيديا الاكيورسي بتاعتها قريبة جدا من انسايكلوبيديا بريتانيكا اللي هي معروفة جدا بقالها سنين. حاجة تانية هتكلم عنها مثلا collaborative annotation، دي من الحاجات اللي بحبها جدا. في tool اسمها hypothesis، دي tool بتقلعوس ان احنا نفتح اي website على الانترنت او اي PDF ونحط ال highlights بتاعتنا والكومنتات بتاعتنا عليها، وممكن نعملها public ان الناس كلها تشوف اللي احنا بنقوله. فانا بنقرا مقال مثلا على الانترنت مع بعض وكلنا نقراه مع بعض ونحط افكارنا على التكست ورايك ايه في الموضوع ده، ونرد على بعض ونعمل مناقشه على الهامش بتاع الحاجه اللي احنا بنقراها. ودي ليها فوائد، ان انت اولا احنا كده كده معانا ورقه ممكن نقعد نلون عليها ونعمل كده، انما لما نحطها اونلاين بنشوف افكار بعض ونقدر نناقش مع بعض. وفي نفس الوقت مثلا بالنسبه للطلبه انا ممكن اجيب الكاتب بتاع المقال ده ويرد عليهم مثلا. فدي جزء من الحاجات اللي هي انواع التعليم المفتوح، زي ما انتم شايفين مش كلها ليها علاقه بالكتب وكده، وجزء منها ليه طبعا. والموكس طبعا زي ادراك، دي برضه من انواع التعليم المفتوح، بس هي مختلفه طبعا عن الحاجات الثانيه من ناحيه انها كورسات فبتبتدي وبتخلص وليها مدرس قاعد معاها وحاجات كده. لو حد عايز يسألني على أي حاجة تانية من الموجودين هنا، هو في سلايدز تانية، انتوا عندكم اللينك بتاعت السلايدز دي، لو دوسنا على أي حاجة من دول هتوريكم الحاجة نفسها وده مثلا ويكيبيديا اديتنج كنا بنتكلم على، بيعملوا مثلا فيمينيست هاكاثونز، يعملوا حاجات بس سيدات، في واحدة شغالة دلوقتي الحقيقة بيحاولوا يدخلوا قريبة في سلايدز سيدات. حضرتك تقصدي المشاركة في موضوع معين أونلاين؟ أنا مش فاهمة السؤال على إيه. ويكيميديا بتوع غانا، ويكيميديا هي زي الشركة الكبيرة بتاعت ويكيبيديا يعني. ويكيميديا بتوع غانا بيعملوا إيفنتس معينة عشان يزودوا المحتوى عن دولة غانا عبر الإنترنت بالإنجليزي، طبعا هما بيتكلموا إنجليزي هناك أصلا. ده منير فلاشة تاني. في حاجة مهمة جدا بالنسبة لي كنت قريتها وكتبت عليها في مجلة الفنوات، ساعات لما بتبقى في أماكن الإنترنت مش واصل للناس كلها فيها يقول لك هنبعت لهم ويكيبيديا على سي دي. فأوليانا لليانا دي كانت بتقول ما ينفعش إن إحنا نودي سي دي للناس ونقول خلاص أنت أكني اديتك الإنترنت، ده زي الناس اللي هي بتغني وهم مشغلين شريط بس مش هم اللي بيغنوا بصوتهم، بيضحكوا علينا يعني. لأن الإنترنت من أهم الحاجات فيه إن هو الانترنت اهم حاجه فيه ان هو اصلا يتغير وان فيه مشاركه وفيه تواصل، مش ان هو المحتوى بس. فمهم جدا ان احنا نفكر في الموضوع ده، ان احنا في المناطق النائيه او مش واصل لها البنيه التحتيه نشتغل على موضوع البنيه التحتيه، مش نقول هنديهم نص انترنت ونقول مشيها انترنت. مناقشه موضوع الانترنت هوريك this is hypothesis، دي صوره دي الهايبوثيسس، دي ارتكل من كاتبه اسمها لينا منذر لبنانيه بنقراه انا في الفصل بتاعي مع الطلبه بتوعي. فاللي هم بيعملوه ان هو شايفين بيختاروا حته من التكست ويحطوا كومنت عليها ويقولوا رايهم ايه في الموضوع ويردوا على بعض وحاجات كده. فزي طريقه انتوا دلوقتي البي دي اف والجوجل دوكس والحاجات دي بتديكوا فرصه انكم تهايلايت وتحطوا كومنتس والكلام ده، بس هايبوثيسيس بيعملها بقى اونلاين كل الناس شايفه مع بعض لو عايزين نخليها بابليك ان هم يشاركوا مع بعض في الموضوع. تعلم تشاركي بالظبط، نسميه تعلم تشاركي بالظبط، حول تكست معين ان احنا بنتكلم فيه مع بعض. اوكي عادي بس الكلام ده. طبعا انا في رايي برضو ان احنا كاكاديميين عامه ان احنا استخدام التويتر والحاجات دي مفيده جدا لناس كتير، ودي افكار جزء من الناس في الموضوع ده. فيرتشوالي كونكتنج دي
المؤسسة أسستها مع زميلتي كندية، إن إحنا الناس اللي ما بتقدرش تروح مؤتمرات إن إحنا نشاركهم في مناقشات شبه اللي إحنا فيها دلوقتي، بس هم بيبقوا في مؤتمر، والناس اللي مش في المؤتمر تقدر تتناقش معاهم وتشارك وتعرف إيه اللي حصل في المؤتمرات، مش إن إحنا نتفرج على البرزنتيشنز مش مشكلة، بس إن إحنا نقدر ناخد وندي في الكلام، يبقى إحنا وجهة نظرنا مسموعة وفاهمين إيه اللي بيحصل والمناقشات اللي بتحصل إيه. لأن أهم حاجة بالنسبة لي في المؤتمر لما بنتكلم مع بعض بره السيشنز، نتعرف على بعض ونبني علاقات وكده. ف virtually connecting أي حد ممكن يشارك معانا، كل ما بيبقى في مؤتمر إحنا مشاركين فيه، غالبا بتبقى مؤتمرات ليها علاقة بالـ educational technology، وبنوصل الناس ببعض using حاجة زي دلوقتي حاليا بنستعمل زوم برضو، بس الفرق إن الناس تبقى في مؤتمر مش كل واحد في بيته. فأي حد يحب يشارك إحنا at virtually at the connecting على تويتر، والويب سايت بتاعنا virtuallyconnecting.org. ولو حد يحب يشارك معنا يقول لي، وأنا دايما نحب نزود المشاركة العربية في الموضوع. مها فريح صاحبتي من زمان يعني، بس متقليش إن أنت شاركتي في، مش فاكرة لو أنت شاركتي في virtually connecting قبل كده لو كنت في مؤتمر أو كنت في أمريكا أو كنت في السعودية، بس يا ريت تشاركينا برضه. اوكي وبعدين اوكي انا كده تقريبا خلصت. فاكره كان بيتهيألي ان انا حاطه الايميل بتاعي في الاخر، بس ممكن ازوده دلوقتي احطه لكم في الشات احسن. والسلايدز زي ما قلت هرجعها تاني للسلايدز عشان تبقوا عارفين تعرفوا تلاقوها تاني. وبس انا الوقت قرب يخلص، فانا هتلقى الاسئله وممكن اقعد 5 دقائق زياده بعد الوقت لو عايزين. شكرا لحضرتك، شكرا تعبناكي معانا. معلش انا دلوقتي هنفتح الباب الاسئله لكل كل المشاركين الاعزاء. اي حد يا جماعه عنده سؤال ممكن يفضل يسال الدكتوره مها، هي موجوده معانا حالا. هو في سؤال من اسامه بيقول انتشار الويكي وغيرها كتير من الموارد المفتوحه قتلت روح البحث في الطلبه، واصبحت المعلومه تحت كبسه زر، بالتالي المتعلم لا يتعلم ويكتسب مهارات الباحث والمفكر والنقد. انا مش موافقه معاك قوي في الموضوع ده، ما اعرفش لو الناس تانية ليها راي في الموضوع. انا شايفه ان المعلومات متاحه، بس احنا كمعلمين لازم نعلمهم ازاي في وسط المعلومات دي نعرف انهي معلومه هي المناسبه، ونقدر نيفالويت المعلومات بجودتها وازاي هي مناسبه للي احنا بنحاول نعرفه ولا لا. يعني انا شايفه انا بنتي عندها 8 سنين عادي ندور على جوجل نعرف لو الاجابه بتاعت الحاجه موجوده، بس مثلا مره سالتني هو بيحصل ايه بعد ما بنموت، قلت لها ما اعرفش، فقالت لي طب ما ندور على جوجل، قلت لها لا ده مش من الاسئله اللي بنسالها لجوجل. اوكي شكرا يا مها، لازم تمشي، شكرا لك. فانا اعتقد ان كل المعلومه المتاحه مش معناها ان الواحد ما فيش جهد يتعامل عشان الواحد يحصل على علم. برضه الجيل الحالي بيحب السرعه، بس هي السرعه مش هتبطل ان يبقى فيه لسه علم تاني يتعامل. يعني كون ان في معلومه موجوده مش معناها ان المعلومه هي العلم. يعني زي ما برضو ما هو عندك كتاب مش معناها ان انت فاهم كل حاجه، نفس الحاجه يعني، هو بس المعلومات بقت كتير قوي. منى عبد الفتاح بتسال افضل المصادر المفتوحه تتيح مخبزات الالعاب، مش فاهم السؤال. هو في العاب available for free online، بس انا مش عارفه قصدك ايه. واشرف يسال كيفيه التوثيق للساعات الدراسيه الكريدت اورز. انت قصدك لو هنستعمل يعني موارد مفتوحه في التدريس بتاعنا ازاي نوثق الكريدت اورز بيها؟ مش فاهم السؤال قوي برضه. انا اصلا موضوع الكريدت اورز ده بيجنني شويه، لان انا يعني عندنا في الجامعة الأمريكية بتحسب بالساعات، ساعات يعني ساعة زمن يعني، وأنا شايفة إن كل واحد بياخد وقت مختلف عشان يخلص نفس الحاجة، فمش عارفة السؤال برضه. يا ريت تكون الأسئلة على العام مش على الخاص. في منال صبري تسأل أعتقد إننا في عصر المعلوماتية وانتشارها، صح؟ أنا موافقة معاك. أظن دلوقتي
في أعلى شريحة استفاد من التعليم المفتوح بأقصى استفادة، أعتقد المهنيين أكثر. رأي حضرتك؟ آه مهنيين، بس يعني إيه مهنيين؟ بس عشان professionals يعني، يعني ناس already خلصوا الجامعة وبيشتغلوا، صح؟ أنا أعتقد ده صحيح. يعني الموكس إحنا عارفين المساقات المفتوحة، معروف إن أغلبية الناس اللي فيها ناس فعلا already خلصوا الجامعة، لأنه أصلا الواحد يعرف يعلم نفسه عن طريق الإنترنت بجدارة. مش سهل واحد صغير مثلا عنده 10 سنين يعرف يعلم نفسه حاجة من أولها لآخر. يقدروا يعلموا نفسهم، ممكن مثلا يلاقوا حاجة على اليوتيوب إزاي يبيلد مثلا، يعني يعمل حاجة فنية أو حاجة صغيرة كده. إنما إنه يتعلم، يتعلم ويستفيد من العلم ده، ويعرف ينقي إيه الحتة اللي هستفيد منها أكتر، يعني أضبط وقتي إزاي عشان أخد الاستفادة الأقصى، وإزاي أصلا تنقي الكلمة اللي بتستعملها عشان تدور على الحاجة اللي أنت عايزها. كل الحاجات دي بيبقى أحسن يبقى حد طالب جامعي أو اتخرج من الجامعة أوريدي عشان يعرف يستفيد منها. فهو عادة اللي بيستفيد من فعلا المجالات المفتوحة مش أكتر ناس مهمشين في المجتمع، بس أنا بقول ساعات اللي هي نصف مهمشين، اللي هو أنا بالنسبة لي ساعات زي النساء مثلا، إن هو يعني واحدة ست متعلمة وعندها مقتدرة وكل حاجة، بس مش قادرة تخطب مثلا، أو وقتها ضيق، أو حاجات كده. في تعليم برمجة للأطفال موجودة باستفادة كبيرة. أه طبعا أنا موافق، اللي هي زي سكراتش مثلا، بس البرمجة حاجة والتعليم المفتوح حاجة تانية خالص. يعني في حاجات كتير قوي نقدر نعلمها الأطفال عن طريق الإنترنت، بس هل الأطفال لوحدهم سبتيهم على الإنترنت هيعرفوا يلاقوا حاجات كتيرة جدا برضو؟ بس هم محتاجين حد برضو راشد يساعدهم إزاي يستفيدوا من الحاجات دي أحسن. يعني هم ممكن لوحدهم يروحوا يكتشفوا حاجات كتير، وممكن يقابلوا حاجات خطيرة. يعني أنت حتى لو حد فيكم عنده أطفال وساب الأطفال على يوتيوب، اليوتيوب ساعات بيبقى بيفرجهم على كرتون، وفجأة تلاقي قلب بناس عاملة كرتونز بس فيها حاجات مش لسنهم، بس شكلهم زي ما يكون كرتون مثلا، أو حاجات تهديدية، أو حاجات يعني حسب الحاجات المعروفة مثلا على يوتيوب، إن لو حد بيتفرج على حاجة سياسية يوتيوب بيبتدي يفرجه على حاجات متشددة أكتر سياسيا، لدرجة إنها بتأثر على الفكر بتاع اللي عامل الحاجة دي. أو مثلا برضو الأطفال مش مفروض نسيبهم مثلا لوحدهم على حاجة زي فيسبوك أو تويتر يتعرفوا على أي حد، لأنها برضو دي فيها أخطار وما ينفعش يتسابوا كده، ما حدش يبقى عارف هم بيتعرفوا على مين، وبعدين يتعرفوا على حد يروحوا يقابلوه بقى، وما تعرفش الشخص ده ممكن يبقى خطير ازاي. انما احنا كراشدين ممكن يعني عندنا معرفة اكتر. وبرضو في جزء من يعني في مثلا سيدات كتير برضو على تويتر اتهددوا، وناس جابوا عنوانهم وراحوا هددوهم بالقتل وحاجات كده. فالحاجات دي مش آمنة لكل الناس، والأطفال بيحتاج دايما يبقى في حد راشد مراقب الموقف معاهم، موجود يتكلم معاهم ويشوف هم بيعملوا ايه وكده. يعتبر تعلم ذاتي، بس يعني أنا شايفة إن عشان حد يتعلم بذاته محتاج ليفل معينة من النضج يعني، فمش أي حد بيبقى ناضج كده في السن الصغير عنده المعلومات ويقدر يفتح الإنترنت ويجيب اللي هو عايزه، بس ممكن يسرح في حاجات مش كويسة ومش مفيدة، ممكن تكون مضرة كمان. طبعا لو حد فاكر إن هو كل المعلومات هيخش على الإنترنت هيلاقيها من غير ما يتكلم مع أشخاص أو كده، أكيد في حاجة غلط يعني، مش كده فعلا، مش كده. فحابب الواحد يصنع محتوى مفتوح، هل الأساس التكنولوجي هيكون عائق كبير قدامه؟ اه انا عندك حق في الموضوع ده. انا بيتهيألي ان الأوقع في الجامعات ان يبقى فيه اشخاص بيفهموا في التكنولوجيا يساعدوا الأكاديميين ان هم يعملوا المحتوى المفتوح. احنا عندنا مثلا في ويب سايت اسمه pressbooks.com، ده على ما using WordPress. WordPress ده blogging platform. بريس بوكس عشان تعمل منه كتب تقدر تعملها اونلاين وتقدر تطبعها تستعملها عادي ورق. فبريس بوكس ده المفروض ان هو سهل الاستخدام، يعني مش لازم حد يكون يعني حويط قوي في التكنولوجيا عشان يستعمله، يعني يعتبر الشخص العادي المتعلم يعرف يستعمله. بس لو عايز تعمل فيه برضو حركات فيديوهات بقى واوديو وحاجات كده امبيدد وكده، برضو احنا عندنا في الجامعة ناس متخصصة بتقدر تساعد شخص في كده، والأكاديمي يركز على المحتوى بتاعه يقول لنا هو عايز ايه واحنا نساعده ان هو يحطها على الكورس. فأنا شايفة ان الجامعات كلها المفروض يبقى عندها ناس بتساعد في الموضوع ده، سواء عندكم حاجة زي عندنا Center for Learning and Teaching او Centers بتاع تكنولوجيا مثلا specifically او IT او كده يساعدوا في الحاجات دي بتساعد. ولكن
انا شايفه ان التكنولوجيا بقت سهل عن زمان. يعني فيسبوك ده الى حد ما اي حد ممكن يستعمله، مش عارف يعمل كل حاجه بس يعرف يعمل حاجه. حاجات يحرر حاجة على ويكيبيديا لازم يكون بيعرف لغة كده معينة اسمها مش عارف اسمها مارك اب لانجويج ولا اسمها ايه، بس يعني حاجة مش HTML ومش مش تكست عادي. انما دلوقتي بقى في حاجة اسمها فيجوال اديتور، اي حد زينا كده ممكن، اي حد مش متخصص في الكمبيوترز ومش ما عندوش وقت يقعد يتعلم حاجة جديدة، دلوقتي اي حد ممكن يقدر يغير في ويكيبيديا. طبعا اي حد دي برضو يعني اللي عارف انه يقدر يغيرها، اللي فاهم القوانين بتاعتهم، اللي فاهم ايه المصادر اللي هم بيعتبروها كويسه ولا لا، لان الواحد ممكن يروح يغير في الفيديو حتى يروح يمسح. ففيها كده يعني تكت. انا بتوجه بالشكر جدا للدكتوره مها. في اسئله تانية يا فندم ولا؟ انا مش شايف اسئله تانية. شكرا لجميع المشاركين، ولو في اي اسئله وفي اي حاجه احنا منتظرينها ان شاء الله على الفيسبوك على الجروب بتاع كيمبريدج افريكا، واحنا يا ريت تشاركونا على القناه. انا بعت اللينك بتاع القناه على الايميل ده الخاص بكل واحد من الفندم، ونشوفكم ان شاء الله في لقاءات جديده وجميله مع محاضرين يعني زي الدكتوره مها، وان شاء الله كل عام وحضرتك بخير. متشكرة لكم جدا لمقصد معكم ومشاركتكم، وده التويتر بتاعي برضو لو حد يحب يتكلم معي على تويتر. اعتقد ان في جزء منكم اوريدي بكلمكم على تويتر، يعني بشوفكم تاني ان شاء الله. محمد ممكن تحط لهم الرابط بتاع الجروب على الفيسبوك؟ انت عندك واحد مختلف للعربي؟ لا الجروب الفيسبوك لسه لغايه دلوقتي احنا هنعمل ان شاء الله، بس عايز عنده زيير يعني احنا لسه بنعمل تيست لغايه دلوقتي. احنا بنحط ده الرابط بتاع الشانل بتاعتنا بتاع اليوتيوب. دقيقه واحده. وده الفيسبوك جروب.